أن تشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أحد السلف يشكو فقره وبؤسه وعدم القدرة على الكسب الذي يتمتع به في الحياة الدنيا، فسأل أحد الأئمة التابعين فقال له: هل ترضى أن تفقد عينك ب100,000؟ قال: لا. طيب لسانك ب100,000؟ قال: لا. طيب عقلك ب100,000؟ قال: لا. قال: يدك ب100,000؟ قال: لا. قال: إذا أنت تملك مئين من الألوف ولا تشكر الله على هذه النعم العظيمة. وشكر الله يكون بالقلب واللسان والحال. بالقلب بأن تعتقد أن الله هو المنعم المتفضل، باللسان بأن تشكر الله عز وجل، بالحال بأن تستخدم قواك التي منحك الله إياها في طاعة الله عز وجل، أن تتوجه إلى الله بكليتك بجميع خواطر قلبك إلى الله عز وجل، لا سيما في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.